السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه هي انواع الاقراص وايه الفرق بين كل نوع والتاني؟ ده موضوع حلقة النهاردة. اهلا بكم في قناة نو هاو فارماسيوتيكال اندستري. دي الحلقة التانية في مقدمة الفارماسيوتيكال اندستري والحلقة الاولى عن الاقراص. التابلت هي واحدة من اهم السوليد دوزج فورم واكثرهم انتشارا، وده لاسباب كتير، منها سهل على المريض تناولها، سرعة انتاجها، اختيار مناسب للمواد الفعالة اللي فيها مشكلة في الثبات. ودلوقتي تعالوا نعرف أنواع الأقراص أو types of tablets. وأول نوع هو الـ uncoated tablet، هو عبارة عن مجموعة من المواد الغير فعالة أو الـ excipients اللي بيتم خلطها مع مادة فعالة أو أكتر، وبيتم كبسها على شكل أقراص في مكنة كبس الأقراص أو الـ compression machine. بمجرد تعاطي المريض القرص ونزوله في المعدة بيبدأ التابلت يخرج المادة الفعالة اللي موجودة فيه واللي بيتم امتصاصها من خلال أنسجة الجسم. هنعتبر النوع ده هو الستاندرد اللي احنا هنقيس عليه وهنقارن بينه وبين بقية الأنواع اللي هنتكلم عليها فيما بعد. تاني نوع من أنواع الأقراص اللي هنتكلم عليه النهاردة هو الفيلم كوت التابلت. الفيلم كوت التابلت الفرق بينه وبين الأن كوت التابلت إن هو مكسي بطبقة كسوة أو فيلم كوتينج لاير. الفيلم كوتنج لاير دي بتتكون بشكل اساسي من بوليمر، والبوليمر ده بيكون معاه الوان علشان خاطر يدي القرص شكل ولون في الاخر. بتتم عمليه الكسوه في الكوتنج ماشين عن طريق رش الكوتنج سسبنشن زي ما احنا شايفين في الفيديو. طيب هو ايه الهدف من الكوتنج؟ الهدف من الكوتنج ممكن يكون تيست ماسكينج، اودر ماسكينج، فيزيكال اند كيميكال بروتكشن. والفيزيكال بروتكشن على سبيل المثال ممكن يكون حمايه الاقراص من الضوء او حمايه الاقراص من الاحتكاك اثناء عمليه التغليف زي ما نشوف في الفيديو ده. والكيميكال بروتكشن بيبقى على سبيل المثال حمايه الاقراص من الرطوبه، وده اللي ممكن يؤثر بشكل سلبي جدا على ثبات الماده الفعاله اللي موجوده جوه القرص، او حمايه القرص من المعده لو كانت الجاستريك جوس بتكسر الماده الفعاله، او حمايه المعده من القرص لو كانت الماده الفعاله بتاثر على المعده، او التفريق بين التركيزات المختلفه. ثالث نوع هنتكلم عليه النهارده هو الانتريك كوت التابلت، وده يعتبر نوع من انواع الفيلم كوت التابلت، ولكن بيتميز بان البوليمر اللي بنستخدمه في الكوتينج بيكون اسيد ريزيستنت، وبالتالي القرص بيفضل زي ما هو في المعده لحد ما يوصل للامعاء، وساعتها يبدا القرص يخرج الماده الفعاله الموجوده فيه. رابع نوع من انواع الاقراص اللي هنتكلم عليه النهارده هو الشوجر كوت التابلت. والشوجر كوت التابلت الفرق بينه وبين الان كوت التابلت اللي اتكلمنا عليه في اول مره هو ان مكسي بطبقه من السكر، والطبقه دي بتبقى سريعه الذوبان. وظيفه الشوجر كوت انه بيبقى عازل للطعم والريحه. اهم عيبين من عيوب الشوجر كوت التابلت انه بيحتاج وقت طويل جدا اثناء التحضير. الحاجه الثانيه انه محتاج خبره كويسه جدا في الشوجر كوتينج. خامس نوع من انواع الاقراص اللي هنتكلم عليها النهارده هو التشوبل تابلت. والتشوبل تابلت هي اقراص بتتفتت بسرعه في الفم بمجرد المضغ، بتكون مناسبه للاطفال او الكبار اللي عندهم مشكله في بلع الاقراص الكبيره الحجم. طبعا الطعم لازم يكون مقبول وفيها الفليفرز المناسبه. سادس نوع من انواع الاقراص اللي هنتكلم عليه هو الافرفيسنت تابلت، وهي عباره عن اقراص فيها املاح فواره بتبدا تفور اول ما تلمس الميه. والنوع ده من الاقراص بيحتوي على ماده فعاله بتدوب بسرعه جدا في الميه. سابع نوع من انواع الاقراص اللي هنتكلم عليه النهارده هو البكل او سبلينجوال تابلت، وهي اقراص بتدوب في الفم في منطقه البكل او تحت لسان سبلينجوال بسرعه جدا، وبيتم امتصاص الماده الفعاله خلال الاغشيه المخاطيه للفم، والامتصاص بيكون اسرع تحت اللسان. بنختار سبلينجوال تابلت في اربع حالات. الحاله الاولى لو احنا عاوزين الماده الفعاله الموجوده في جوه القرص تمتص بسرعة جدا. الحالة الثانية لو المادة الفعالة اللي جوه القرص لو نزلت في المعدة بتتكسر.
الحاله الثالثه لو الماده الفعاله اللي موجوده في القرص اساسا ما بيتمش امتصاصها عن طريق الجهاز الهضمي. الحاله الرابعه هو ان احنا عايزين نجنب الماده الفعاله اي تكسير ممكن يحصل لها من الكبد لو تم امتصاصها عن طريق الجهاز الهضمي. النوع الثامن من الاقراص اللي هنتكلم عليه النهارده هو الاكستندد ريليس تابلت او الكنترولد ريليس تابلت، وفي النوع ده بيتم التحكم في خروج الماده الفعاله لمده طويله جدا. النوع الاخير اللي هنتكلم عليه من انواع الاقراص هو الفاجينال تابلت، هي اقراص بيتم تعاطيها عن طريق الفاجينا وبيكون ليها لوكال افكت، بتتكبس الفاجينال تابلت بالشكل المناسب ولا يتم عمل طبقه كسوه لهذا النوع من الاقراص. انواع الاقراص والفرق بين كل نوع والتاني واحد من الاسئله اللي ممكن تتسال في الانترفيو. دي كانت حلقه النهارده، اتمنى يكون المحتوى عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك لو الحلقه عجبتكم، ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبولي في الكومنتس وان شاء الله هرد عليك في اسرع وقت ممكن. واشوفكم الحلقه الجايه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.